لو الاهلي عرض على الاسماعيلي شراءك مثلا وانت بتحب النادي الاهلي عشان لعبت في النادي الاهلي، هل توافق ترجع للنادي الاهلي دلوقتي تاني على الدكه ولا تلعب اساسي في الاسماعيلي؟ لا طبعا اقعد في الاسماعيلي العب اساسي طبعا. هو ده اللي انا كنت عايزه اوصله، عشان كده سالتك لو الاهلي عرض. اللي يفكر يعني واحد قاعد في مكان ومكان كبير كمان مش مكان اي حاجه وبيلعب اساسي فيه ومتشاف والناس عارفاه، سيبك من المقابل المادي، يعني المقابل المادي هيجي في اي وقت، بس انا كلامك انت تبقى راكب وبتحب والجمهور شايلك على اكتافه والناس بتحبك والنادي الاسماعيلي خير عليك وتروح تقعد دكه، اكيد لا. هو يعني النادي الاهلي نادي كبير وشرف لاي حد طبعا اللي يلعب في النادي الاهلي، بس هي عقليات لعيبه. مثلا انا عن نفسي مثلا ما احبش اقعد احتياطي مهما كان، اللي هو مش هبقى يعني اسم البلد. يعني لو انا شايف ان انا اروح النادي الاهلي واقعد دكه، لا مش هفكر في. ما انا بلعب اساسي في الاسماعيلي وصلت المنتخب واسم كبير ورحت المنتخب مصر ومعروف الحمد لله دلوقتي صح في الوسط الرياضي والنادي الاسماعيلي نادي كبير مش نادي قليل. مظبوط. بس هي الظروف دلوقتي بتحكم، بتقول الناس مثلا بتخير ما بين الاهلي والاسماعيلي عشان الظروف الماديه بتاعت الاسماعيلي. ايوه بس أيوة. هي النقطه. لكن لو الاسماعيلي الظروف الماديه بتاعته حلوه اصلا ما فيش لعيب هيفكر ان هو يمشي من الاسماعيلي. دي حلوه دي طبيعي. لو الاسماعيلي ظروفه جيده اصلا ما بقولش كلام اطلع مايس على الجمهور او اطلع انا بتكلم في حاجه دلوقتي. النادي الاسماعيلي كل حاجه فيه صح، انا هسيبه وامشي؟ طبيعي لا.